وأما بالنسبة إلى رقص الصوفية فلعل الآية التي استدل بها بعض العلماء وهي قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا قال هو الرقص، كما ذكر القرطبي في تفسيره قال أبو الوفاء ابن عقيل قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، والرقص أشد المرح والبطر.